وأتحول مشاهدينا بالمتابعة إلى مفادة التلفزيون المصري ريهام الديب على الهواء مباشرة من مقر مؤتمر حكاية وطن الرؤية والإنجاز. إليك ريهام. أهلا بك إيمان، وبنرحب بكل مشاهدينا الكرام على شاشة التلفزيون المصري من هنا، من هذا الصرح العمراني العظيم الذي تشهده مصر وذلك على مدار سنوات الماضية. هذا الإنجاز هو العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الإنجاز العمراني بحق، فهناك الكثير من الوفود من الدول العربية والدول الأجنبية كثيرا خلال الفترة الأخيرة كانت بتقوم بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لكي تؤكد على مدى نجاح المهندس المصري والعمال المصريين وتحملهم للصعاب من أجل تحقيق هذا الإنجاز بهذا الشكل الذي نراه الآن على الأرض، وذلك لكي تستطيع أن تصل إلى مستوى أفضل المدن على مستوى العالم. فهذه العاصمة الإدارية الجديدة أنشئت لكي تكون مدينة بمواصفات عالمية، لكي تستطيع أن تنافس أفضل المدن على مستوى العالم، بالإضافة أيضا إلى احتوائها على كل ما يتعلق بأفضل سبل الحياة، وهذا هو العنوان الرئيسي الذي تابعناه في جلسة حكاية وطن، الجلسة الافتتاحية ضمن مؤتمر حكاية وطن الذي ينعقد هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. تغيير الواقع، تغيير حياة الإنسان المصري لكي تكون أفضل، لكي تليق بشكل أكبر، ومن هذا المنطلق بينعقد هذا المؤتمر على مدار 3 أيام. كانت الجلسة الافتتاحية كما تابعناها منذ قليل، بالإضافة أيضا إلى الغد، وبعد غد إن شاء الله في 2 أكتوبر ستكون الجلسة الختامية. وعلى مدار 3 أيام سوف تكون هناك الكثير من الموائد المستديرة أو الدوائر المستديرة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات التي سوف تناقش مختلف المشروعات المهمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وذلك في جميع المجالات، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، القطاعات الحيوية التي تهدف في الأساس إلى بناء الإنسان، كذلك أيضا التنمية العمرانية، المدن الذكية، القضاء على العشوائيات، وكذلك أيضا البنية التحتية والاهتمام بكل ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، الكهرباء، الطاقة، الغاز وغيرها. وكما تابعنا ذلك في العرض الشامل الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد عليه أنه من المهم أن يتم عرض كل هذه الحقائق وبالأرقام وكل هذه الإنجازات لكي يعرفها الجميع في مواجهة الشائعات المغرضة التي تقلل من أهمية كل ما يحدث على أرض مصر على مدار السنوات الماضية. تحديات كثيرة استطاعت مصر أن تواجهها ونجحت بالفعل في أن تحقق طفرة تنموية، وما زال القادم إن شاء الله سيكون أفضل، وذلك هو ما يعني يتضمنه هذا المؤتمر، مؤتمر حكاية وطن، وذلك على مدار 3 أيام بيهدف في الأساس إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، التواصل مع المواطنين من خلال رؤية من قيادة سياسية قادرة بالفعل على أن تتفاعل مع المواطنين وتعطيهم الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم، في طرح تساؤلاتهم والرد عليها بمنتهى الشفافية وبالأرقام وبكل شيء مسجل ومدون كما تابعنا اليوم، وتحديدا في كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز الذي أهداه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الجلسة الافتتاحية. إذن على مدار 3 أيام إيمان سوف يعني يتم التطرق إلى مختلف المشروعات القومية وكل ما تم على أرض مصر من مشروعات تنموية، بالإضافة أيضا إلى التعرض إلى التحديات التي واجهتها مصر وكيف نجحت في مواجهة هذه التحديات، سواء بالنسبة لتداعيات أزمة كورونا أو أيضا الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف استطاعت مصر أن تقف أمام كل هذه الصعوبات والأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال مشروعاتها التنموية العملاقة، وكذلك أيضا فرص العمل
العمل المختلفة التي طرحتها للمصريين الذين أيضا استطاعوا أن يساهموا في تنفيذ هذه المشروعات التنموية العملاقة في كل ربوع مصر. نعم ريهام، نحن في انتظار جلسة مستديرة يعني كبقية الفعاليات اليوم الأول في مؤتمر حكاية وطن، المحور الرئيسي لهذه الجلسة والحضور أيضا. المحور الرئيسي مثلما ذكرنا إيمان بيتحدث عن الجانب الاقتصادي، هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعني يعاني منها العالم أجمع، وذلك في ظل ما تم يعني مؤخرا سواء بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية مثلما ذكرت، وكذلك أيضا بالنسبة لأزمة كورونا كانت لها تداعيات في منتهى الخطورة على العالم أجمع. ولكن مصر استطاعت من خلال المشروعات التنموية العملاقة والتي تستمر دائما في القيام بها وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، وذلك في كل ربوع مصر، بالإضافة أيضا إلى برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية المختلفة، ومن أبرز هذه المبادرات التي تحولت إلى مشروع قومي عملاق وذلك لتطوير القرى الريف المصري، المشروع القومي حياة كريمة الذي أيضا استعرضه رئيس مجلس الوزراء بالأرقام كيف استطاع أن يحقق طفرة تنموية لأعداد كبيرة للغاية من القرى في مختلف محافظات مصر. كذلك أيضا ستكون هناك جلسة نقاشية اليوم عن الطاقة والتحديات التي واجهت مصر في هذا الملف المهم، وكيف استطاعت أن تتغلب على هذه التحديات أيضا من خلال التخطيط، من خلال الرؤية الثاقبة لقيادة سياسية حكيمة، وكذلك أيضا لمؤسسات الدولة التي تعمل جميعا بالتنسيق مع بعضها لمواجهة كل هذه التحديات العالمية والتي ألقت بأثرها بالتأكيد على الجانب المصري. أشكرك جزيلا من مقر انعقاد مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. أشكرك جزيلا ريهام أديب، كنت معنا على الهواء مباشرة.